معانا على تليفون السيدة وفاء حسين، والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. النهاردة كان يوم جميل جدا، والنهاردة كانت المشاعر المتدفقة من المشاهد حتى من غير ما تتكلموا، يعني كنا قاعدين بنتفرج وحاسين بيكم، ودموعنا مش راضية تتوقف. والحقيقة الرئيس قال كلمة توقفت عندها النهاردة، هو بيقول إنه لو تشوفوا، هم قالوا لي على حضراتكم على أسر الشهداء، لو تسمعوا عجب العجاب، هم بيقولوا لي إيه، هتنبهروا. يا ترى أنتوا كنتوا بتقولوا إيه للرئيس النهاردة؟ احنا في ظهره، احنا ما يفرقش معانا اللي حصل، احنا يهمنا بلدنا، احنا واولادنا وكل حاجه بنضحي بيها في سبيل ان بلدنا تفضل واقفه وتفضل دايما في يعني في الصداره وفي المقدمه. الارهاب فاكر ان هو كده بيخوفنا بيوقعنا، احنا ما بنخافش، الموت علينا حق وعمرنا انفاس معدوده، ما نموت شهداء واحنا ضامنين الجنه احسن ما نعيش جبنه وخايفين ومستخبيين. احكي لي قصة الشهيد ده محمد أشرف. محمد هو ابني الكبير وعاشق من صغره للقوات المسلحة تحديدا، كان طالع يعني شايف بابا مثله الأعلى لأن بابا كان ضابط في الجيش، وكان كل أمله في الحياة إن هو يبقى ضابط، واشتغل على نفسه لحد ما حقق لنفسه الحلم ده ودخل الكلية الحربية وتخرج وكان مشاة. أول ما اتخرج راح سيناء اشتغل في رفح، طبعا كان يعني حضرتك عارفة 2014 2015 ده كان قمة الإرهاب صحيح. وذروة الإرهاب في سيناء، ومع ذلك هو ولا كان خايف ولا كان مهزوز ولا كان لما قال لك انا أبدا. رايح رفح يا ماما، قلت له ايه؟ قلت له ربنا هيكتب لك الخير. كنت قلقانة أكيد لما سمعتي أنا أم، الخبر؟ لما سمعت الخبر هو مزيد بقى من الوجع الشديد، لأن زي ما قال سيادة الرئيس كده ضنا تربية عمري، شقة عمري، حلمي، ظهري وسندي، واطمئناني إن وعد ربنا حق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال صدق الله العظيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني شوفي حضرتك أحياء مش في أي يرزقون حتة، وعند ربهم ومش في أي ويرزقون حتة، كمان. دول ايوه عند ربهم مش عند بالظبط. أي حد. طب انت هتطمني على ضناكي فين اكتر من ان يكون عند ربنا؟ منزلة الشهيد دي منزلة مهمة جدا ومنزلة عالية جدا مع النبيين ومع الصديقين. يعني هي تاني منزلة بعد الانبياء، اعلى درجة الانبياء يليها الشهيد، الشهيد كمان درجات زي ما حضرتك عارفة، والشهيد الدفاع عن الوطن بالدرجة الاولى. يعني احنا الحمد لله وجع الم، وطبعا ابني وبيوحشني وبتوجع عليه وما بيتنسيش، وبفضل دايما بالعكس يعني الشوق بيزيد وكل يوم بيبقى اكتر، لكن كونك مطمنه على مكانه ابنك فيها ومكانه عاليه دي لوحدها بتدينا الاطمئنان. أشكر حضرتك شكرا جزيلا السيدة وفاء حسين، والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف، وكلنا مع الشهيد.